يرجع الكرة مرة أخرى عن طريق غونزالو. غونزالو لميسي، ميسي حط الكرة، ميسي غونزالو، ميسي ميسي ليونيل ميسي، هي حتى جول الثاني من ليونيل ميسي. انتفض ميسي وسجل أهم هدف في تاريخه، أهم هدف في تاريخه، خرج لجرينتا اللي فيك ليو ميسي محلى سقيك. الهدف الثاني على يمين الحارس بيجوفيتش، الهدف الثاني. هنا تغيرت الأمور، هنا تتغير الأمور. ادعوا له.